ساعة واحدة بس على بطنك الكبيرة والمترهلة واللي فيها ترهل شديد قوي قوي وبارزة، هتخلي بطنك منحوتة، هتتخلصي من الكرش في ساعة واحدة فقط من أول استخدام. هتدهني بيهم بطنك البارزة والمترهلة اللي مكرمشة وكبيرة، هتلاقي بطنك بقت منحوتة، هتشيل هتدوب الدهون وهتشيل ترهلات السنين وهتخلي بطنك منحوتة، هتشيل دهون البطن. البنات اللي بتدور على وصفات موضعية بدون مشروبات وبدون ريجيم وبدون ان هي تتبع نظام غذائي، البنات اللي حابة تخسس اجزاء معينة من جسمها، سواء البطن سواء الصدر سواء الفخذين سواء الجناب، اي مكان في جسمك حابه ان انت تنحتيه بدون وصفات بدون مشروبات بدون تعب وبدون اتباع نظام غذائي ورجيم ورياضه، لازم تتفرجي على الفيديو ده. بطنك هتكون منحوته من اول استخدام، من اول استخدام هتلاحظي فرق كبير جدا جدا، هتلاحظي ان بطنك بدات تنزل، بدات الترهلات تتشد. من اول استخدام هتلاقي ان جنابك واي مكان في جسمك حابه تخسسيه هتقدري ان انت تتحكمي في اي مكان في جسمك تخسسيه بدون ما تخسسي جسمك كله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بحبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناه وصفات سحريه مع مايا. ان شاء الله النهارده وصفتنا جميله جدا جدا، علشان الوصفه دي يا بنات طلبت مني كتير جدا. في بنات قالت لي يا مايا انا عايزه وصفه لتخسيس البطن فقط، يا مايا انا بزهق معدتي بتوجعني من المشروبات وما بقدرش اشرب وما بقدرش استمر، ولما بستمر مره اتنين معدتي بتموع عليا فما بقدرش، يا مايا انا عايزه حاجه لتخسيس الفخذ، يا مايا انا عايزه حاجه لتخسيس الصدر، يا مايا انا عايزه حاجه لتخسيس ال الكتفين والزنود، يا مايا احنا حبيبه قلبي انت مكانك هنا في الوصفه بتاعت النهارده. الناس اللي عايزه ازاله للكرش بدون مشروبات وبدون تعب، الناس اللي عايزه ازاله لاي مكان في جسمها، تخسيس لاي جزء من اجزاء جسمها، لازم تتفرج على الفيديو ده. وزي ما قلت وهقول تاني، الوصفه تنفع للرجال وللنساء وكلكم اخواتي في الله. يلا نعمل لايك للفيديو، لو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. اول حاجه هنجيب معايا هنا بوله، تمام؟ البوله بتاعت كل مره تمام. وهنبدا ان احنا ننزل عليهم بالمكون الاساسي، وده ما فيهوش بديل، يعني اللي هيقولوا لي ما فيش بديل ليه هقول لك لا، وهو معلقه صغيره من القهوه او البن، لان القهوه دي هي اللي ليها السر والسحر في شد الترهلات وشد الجلد وازاله السلوليت، فدي مهمه جدا جدا في الوصفه بتاعتي. هنجيب معلقه صغيره منها وهنحطها بالشكل ده، تمام؟ ولو انت عايزه الموضوع ده لمكان اكبر، يعني مثلا لجسمك كله، هتبداي ان انت تضاعفي الكميه على حسب استخدامك، تمام؟ تمام. وهنبدا ننزل عليهم بنص معلقه من الشبه المطحونه او شب الفؤاد، ولو مش متوفر تقدري تستغني عنه، تمام؟ يعني مش الموضوع مش هيكون لازم، تمام؟ البنات اللي مش عارفه الشاب الفؤاد او الشابه، هي بتكون احجار كده، احجار بيضه، وبناخدها وبنطحنها وبنشتريها من عند العطار مطحونه، اسمها شابه مطحونه او شاب الفؤاد، تمام؟ اخدنا زي ما انتم شايفين بكميات متساويه. هنبدا ان احنا ننزل عليهم بايه؟ ماشي. وهنبدا ان احنا ننزل عليهم بمعلقه من زيت الزيتون، ولو مش متوفر عندك زيت زيتون هتحط زيت الطبخ بتاعك او زيت الاكل. ايه ده، معقول؟ اه معقول، شفتي بقى زيت الاكل هينفع، اي زيت اي زيت عندك بتستخدميه هينفع معاهم، تمام؟ تمام. والاساسي برضو في الوصفة دي الفازلين، لازم يكون متوفر عندك فازلين، لان الفازلين بيدوب دهون البطن بشكل سريع جدا. هناخد زي ما انتم شايفين بالشكل ده معلقه اهي من الفازلين، معلقه من الفازلين، تمام؟ وهنحطها على المكونات بتاعتي دي، تمام؟ وهنبدا ان احنا نقلبهم كويس اهو. شايفين السهوله في الوصفه ولا اسهل منها يعني، تمام؟ هنحط، ركزي معايا،
هنبدأ ان احنا ناخد نص معلقة من الزنجبيل البودر، نص معلقة من الزنجبيل البودر، تمام تمام ونص معلقة برضو من القرفة او الدارسين، تمام. وهنبدأ ان احنا نقلب الكريم بتاعنا بحيث ان كل المكونات بتاعتي تتجانس مع بعض اهو. والكريم ده زي ما قلت انت ممكن تضاعفي الكميه بتاعته وهيعيش معاكي، تحطيه في برطمان عشان ما تقعديش تعمليه كل ما تيجي تستخدميه. بصوا بقى عامل ازاي، بقى عامل زي الشوكولاته. بصي كل اللي انت هتعمليه، هتيجي على المكان اللي انت حابه تخسسيه، هتيجي على بطنك البارزه الكبيره المترهله وهتبداي تاخدي منه اهو، وهتبداي تدهني وتدعكي وتدوسي كده اهو ماشي. هتدهني بقى بطنك كلها، جنابك، اي مكان حابه ان انت تزيبي منه الدهون، تمام. هتبداي تدهني كده، تحدي 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 ما بينه وما بينك، هتزلك الدهون وهتدوبها، ومش بس كده هتزلك الترهلات اتنين في واحد، تمام. هتبداي تدعكي بالشكل ده، وهنجيب اللف التنحيفي. اللف التنحيفي اللي هو ايه؟ هقولك الموضوع بسيط. هتجيبي الكيس الحراري بتاعك، كيس الاكل الحراري، تمام، او الكيس النايلون الخفيف اللي احنا بنستخدمه في الاكل، وهتبداي ان انت تلفي بطنك او المكان اللي انت دهنتي فيه المكونات دي. طيب اللف التنحيفي ده بيفيد فيه، اولا بيقفل المسام وبيخلي المكونات تتكتم كده وتعمل مفعول رهيب، تمام، وبيبدا ان هو يساعد على التعرق، فبالتالي يفتح المسام والمكونات دي تبدأ ان هي تعمل معاكي نتيجة. عايزاكي تحطيها لمدة ساعة واحدة بس في اليوم، بس الساعة دي تحطيها وتلفي اللف التنحيفي، وينفع لو عندك حزام البطن ممكن تحطيه بدل الكيس النايلون او الكيس الحراري بداله، عادي ده او ده، تمام. بس لازم تلفي بطنك بحاجة على اساس ان هي تجيب معاكي نتيجة. هتستخدميه لمدة ساعة بس واحدة بس في اليوم، بس لما هتدهنيه على بطنك وتلفي بطنك يا ريت ويفضل تعملي الخطوة الساعة ديت الوقت اللي انت بتنظفي فيه شقتك، بتنظفي فيه حاجتك راحة جاية كده في الشقة، اللي هو الوقت اللي انت بتعملي فيه مجهود علشان تبدأي تعرقي اكتر وتعملي تعرق اكتر في المكان، فبالتالي نسبة الحرق عندك تعلى قوي، تمام. في الساعة دي تفقدي دهون كتير وتعرقي كتير في المنطقة بتاعتك، فبالتالي بطنك تبدأ تنزل، تمام. بلاش الاكل وتنامي، بلاش اكل بالليل خالص. بالليل نبدأ ان احنا ناخد علبة زبادي نص ليمونة عليها ونبدأ ان احنا ناكلها وننام، نخف اكل بالليل خالص علشان النتيجة تكون معاكي حلوة، وما نكونش بنخسس وبنزود بطن، لان اكتر حاجة بتزود البطن الاكل بالليل والاكل والنوم على طول، تمام. دي كانت وصفتي، يا ريت يا رب ان شاء الله باذن الله تعجبكم، واكون قدرت ان انا اوصل لكم المعلومه صح. اشوفكم على خير، ما تنسوليش في اللايك، والسلام عليكم.